وهل للشخص الذي شك في دخول رمضان أن يصوم يوما قبله؟ من الحنابلة من يقول ذلك، لكن الصحيح أنه لا يصام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فالصحيح أنه لا يصام، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ما بقي شيء بعد هذا البيان.